السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليس دي منصة محاكاة إنشاءات المباني؟ دي بتساعد على تحديد وحل المشكلات خلال عملية التصميم وخلال عملية البناء. ولو جينا نبص على السوليوشن هنلاقي فيها حاجات كتير جدا. هنلاقي فيها إندستريال إنفراستراكشر، جنرال بيلدينج، وفي حاجات حسب الكومباني تايب. هيساعدك على إن أنت تعمل البلان أسرع وبشكل أدق، لأن هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي. تحلل التأخيرات حصلت في إيه، وتحاول إن أنت تحل مشاكل التأخيرات، وبيساعدك على عمل المحاكاة. فبيربط لك الجدول الزمني بالمبنى بحيث يبقى عندك معلومات كل يوم ايه الجزء الجديد اللي هيضاف للمشروع. تقدر تعمل تخطيط للمشروع بشكل ادق، يعني بيوفر لك الداتا كاملة اللي انت عايزها في مكان واحد عشان يساعدك على اتخاذ القرار.